سباق صير بنعير للسفن الشراعية حدث تراثي ينتظره الجميع كل عام. إنه قيمة معنوية كبيرة لما يشكله من تجسيد للماضي وتأكيد على قيمة الجذور في صناعة المستقبل. الجميع حريصون على أن يأتي الحدث مختلفاً عن كل المناسبات الرياضية الأخرى، لأنه ليس حدثاً رياضياً فحسب، وإنما هو مهرجان سنوي لإحياء تراث الآباء والأجداد. في الأيام التي تسبق السباق ترتدي جزيرة صير بنعير حلة الماضي وتستعيد ذاكرة الأولين. هناك لا مجال إطلاقا للحياة الحديثة التي نعيشها اليوم. الجميع زاهدون وينشدون هدوء الماضي، حتى الأنشطة المصاحبة ليست أكثر من صور الماضي. إنه المشهد الذي تعودنا الغوص في أعماقه في مهرجان القفال كل عام، ويحرص الزوار من كل أنحاء الدولة على الاستمتاع به ولو مرة في كل عام. التطور المصاحب للقفال على مدى 26 عاما مضت لم يقتصر على تصميم السفن الشراعية وآلتها والجوانب التنظيمية فقط، وإنما شمل أيضا الجوائز المالية المخصصة لجميع المشاركين من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي وداعم القفال. الفارق كبير بين ما كانت عليه الجوائز عند انطلاقة السباق في نسخته الأولى في العام 91 900 و1000 وما هي عليه الآن، فقد بلغت 5 أضعاف. عند الانطلاقة كان مجموع الجوائز المالية 2 مليوني درهم، وحرص سمو راعي الملحمة على أن تشمل جميع المشاركين بحيث يكون أدناها كفيلا بأن يمثل قيمة لكل مشارك، وأخذ هذا الحد في التزايد مع زيادة الجوائز حتى بلغ 50,000 درهم للأخير العام الماضي. سمو الشيخ حمدان بن راشد حرص على زيادة الجوائز كلما زاد عدد المشاركين، حيث الفارق كبير بين البداية ومشاركة ما لا يزيد عن 40 محملا وبين الواقع الحالي، حيث تجاوز العدد 120 سفينة، وجاء ارتفاع الجوائز تدريجيا من العام الثاني مباشرة إلى 3 ملايين درهم، ثم إلى 4، ثم إلى 6، وأخيرا إلى 10 ملايين من العام 2008 وحتى الآن. وكان من الطبيعي أيضا زيادة الجوائز المخصصة للمراكز، حيث أصبح هناك تتويج لأبطال السباق 5 الأوائل على مرحلتين،
أبطال خط النهاية الأول عند جزيرة القمر، وأبطال خط النهاية الأخير أمام مقر النادي، وهو الأمر الذي ظل موضع شكر وتقدير كل المشاركين والمنظمين. كلما تحدثنا عن إحياء ملحمة القفال للسفن الشراعية 60 قدما، سوف نتوقف دائما عند الآراء والتصريحات التي كان يدلي بها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية صاحب الفكرة وداعمها في لقائه السنوي مع وسائل الإعلام، حيث لن ننسى أبدا كم كانت مؤثرة بكل مرة في تحديد مسار الحركة الرياضية. نادي النصر هو أقدم نادي في الإمارات، لأنه تأسس حسب معلومات اللي أخبرت عنها يعني في نهاية 39 أوائل الأربعينات أو ما شابه ذلك، وتأسس أول نادي كنادي اجتماعي يعني ثقافي، ومن ثم ظهروا فيه بعض الناس اللي توفى والذي موجود منهم حي الآن، وبدأوا تجمعهم كرة ويلعبون في منطقة الغبيب وما شابه ذلك. أما وضعه الحالي الآن هو ليس بوضع حسن. السبب في هذا يرجع إلى اعتماد الأندية على اللاعبين الأجانب. أنت اليوم لما تجي تعتمد على شيء أنه هو متواجد عندك صعب. إذا أنت تذكر أن ابتدوا في أوائل الموسم جيدين وكسبوا 7 مباريات خلف بعض، تعطل عندهم رأس الحربة. أنت لما تتعطل عندك رأس الحربة وأنت في أوائل الموسم ما كان يعني أنك تقدر تغطيه بنفس الشيء، لأن في هنا قوانين محدودة لازم توقف إلى شهر 12 أو ما شابه ذلك أو نهاية الفصل الأول، ومن ثم في هذه الأثناء هم حاولوا يحصلون على لاعبين مواطنين، وبالفعل هم حصلوا على مواطنين، لكنهم المواطنين اللي حصلوا عليهم ظهروا من الدرجة الثانية، والذي في الدرجة الثانية يريد أن يبتدي في نهاية الموسم علشان يقدر يتكيف في الفريق الأول في بداية الموسم. فلما تنقله أنت في نص الموسم يبدأ غير قادر على التمارين، غير قادر، لا ما عنده القوة الجسمانية الذي تأهله، ولو كان هو عنده تميز ولعب وهذا، لكنه يعجز على أنه يكون. فهذا الذي صاب النصر، وتراجع أظني حوالي 3 مباريات وراء بعض، ومن ثم راحت الأندية عنه، لحقت به وراحت عنه. لكن إلى الآن يعني هو متذبذب. الذهبية جابوها المعاقين، ولأجل هذا يعني نحن نفتخر فيهم جدا، ويجب أن يدعمون المعاقين ليعرفوا أنهم جزء من المجتمع. رياضة القدرة عندنا لا تضاهيها أي رياضة قدرة في العالم، أول من حيث التنظيم ومن حيث التجارب ومن حيث قوة الخيل. السعي فيها الآن دخل تنظيم القفز في الأولمبياد، دخل فيها تميز تنظيم الخيل كيفية إدارة الحصان، وهذا دخلت في الأولمبياد. لسبب أو لآخر يعني هو متروك إلى اتحاد الفروسية. اتحادات الفروسية لو كانت اجتمعت مع بعض وعطت رأي موحد لا وصلت إلى الأولمبياد، ولكن
إلى الآن ترى أن الاتحادات غير منظمة حتى في أوروبا. ما في اتحاد واحد يشملهم، ما في اتحاد عالمي يشمل هذا، يشملهم في تنظيم السباقات، يشملهم في هذا، لكن كوحد وتقديم إلى الأولمبيات أتمنى هذا إن شاء الله. ملحمة القفال حدث يتطلب استعدادات من نوع خاص، وسباق يتطلب تجهيزات واستعدادات كبيرة من جانب المشاركين، مما يمنح الحدث طبيعة خاصة تجعله موضع اهتمام جميع المشاركين والمعنيين به، وهذا ما تؤكده تصريحات المشاركين فيه. محمد بن راشد مصبح الرميثي، مؤسس مجموعة العديد للقوار الشرعية. هذه المجموعة أو هاي المؤسسة تأسست في من 72 بأمر من الشيخ زايد الله يرحمه ويدخل الفردوس الأعلى. كان هدف هذه المجموعة جمع المتطوعين من الشباب، تدريبهم على الأعمال البحرية، سلوب أعمال البحرية، فنون البحر. الآن كثير من الشباب الموجودين في السباقات أصلا تخرجوا من مجموعة العديد. مجموعة العديد لها باع طويل في المنافسة، حرزت مثل ما تفضلت كثير من المراكز المتقدمة ومن الجوائز. صح أن تراجعت في الآونة الأخيرة، ولكن ربما يكون السبب معين لتراجعها، لأن الشيخ حمدان دخل في بقوة ورجل هذا محظوظ، ولكن نحن إن شاء الله راح ننافس في المستقبل. نحن كنا عدد بسيط كمتسابقين، اليوم العدد زاد، العقول غير العقول الأولية. الشباب ما شاء الله عندهم وعي في مجال السباقات الشرعية، عندهم وعي في البرامج، في الملاحة البحرية. فاليوم أصبحت السرعات متقاربة، الفرص قليلة جدا. فأنت كمجموعة أربعة قوارب، الجانب الآخر 110 قوارب، ففرصك محدودة. يعني أنت ما يعني قصدي ما تسابق مجموعة قدك عشان تكون في توازن أنت تسابق عدد كبير من القوارب، فلما تفوز من العشرة الأوائل تعتبر أنت إنجاز. أول شيء أنا من هذا المنبر أود أني أرسل رسالة شكر للشيخ حمدان بن زايد الله طول عمره، وعلى فكرته الطيبة، ومو بغريبة على الشيخ حمدان، لأن أبو زايد مو بغريبة عليه أن هذه الفكرة أن يكون سباق من دلمة، وسباق الدلمة الناس تفكر أنه سباق، هو مو بسباق، هو أكبر من كذي. هو أنا أعتبر أن هذا الموضوع هذا الرجل مفكر، ومفكر في الماضي زين وفي المستقبل زين اتجاه هذه الجزيرة. الجزيرة هذه جزيرة لها تاريخ، لها تاريخ ماضي، وحافل بالإنجازات، حافل بالتجارة، كانت عون لأهل أبوظبي وهل المنطقة كلها. يعني هذه الجزيرة كانت الكل يشرب منها ماء، الكل يذري في ذراها، يبندر فيها. فهذه أنا أسميها أم الجميع يعني، ويجب على كل الناس ذيلة أنهم يبذلون الغالي والنفيس في لهذه الجزيرة لإحياها، لأن الجزيرة جاها وقت زين، فتحتاج إلى من يروح لها يحييها سياحيا، يحييها، يزورها، يسوي فعاليات فيها. والشيخ حمدان الله يجزي خير قام بالدور هذا، حتى يعني الأسواق اشتغلت، السكن اشتغل، المنطقة صارت غير المنطقة. فأنا أتمنى إن شاء الله أن هاي المسألة تعود وتتكرر على جزيرة دلمة، وأكيد
زايد ما بيقصر فيها. أنا بقول لك شيء، الشيخ زايد كان الله يرحمه يوم بيسوون السباق، خصوصا السباق الشراعية، يسوون يوم كامل فيه فعاليات، سباق الير وسباق الشراعية في آن واحد، ويطلب من إخوانه حكام الإمارات أعضاء مجلس الأعلى الكلهم يحضرون. طيب لما يحضرون الحكام معنى شو تحضر؟ لما يحضر الحاكم تحضر الإمارة، فتحضر كل الإمارات في هذه الفعاليات، ويصير دعاية ويصير جمهور، تتجمهر الناس تشوف هذه المسألة. فاليوم الناس شوية خفت، فأنا أرجو رجاء خاص من ولي العهود على الأقل، أرجوهم أن يوم يستوي فعاليات مثل الفعاليات يتواجدون، نشوفهم الناس تشوفهم، لأن إذا جاء المعزب جاء العالم كله. واليوم السباق الشراعي محتاج إلى جمهور. شوف الخيل والمطية لها جمهور لأنها موجودة في الأرض والكل يقدر يوصلها، لكن البحر بحر متعب، فيبيعون. فأرجو يعينون الناس بوجودهم بحضورهم. أنا لومي على مدراء النوادي كلهم، السباق القفال لما ينتهي، ليش ينتهي يوصل السباق وينتهي في 5 دقائق؟ هذا لا، خل الجمهور قدامه يا أخي، شوية أخر التتويج، أخر الناس، أعمل لهم شيء عروض، سوي لهم حفلة، اسألهم، ريضهم شوية، ريضهم وخلي الناس تي وسألهم بعض الأسئلة، اسأل الجمهور، سو مسابقات للجمهور. لكن ما شيء، تي تلقى القار الحار، قار حار يا أخي، بسوي خيمة مثل خيام العرسة مال البداد زين، وبحط فيها كل شيء، وبيب الناس الفائزة، وبيب الجمهور وياهم مع بعض، وبسأل وبسوي. هم إذا يريدون هم أعرف عنا في هذا الموضوع، هذه الناس مختصين في موضوع الحفلات والاستقبال، بيسوون كل شيء. فلهم وفروا هذا الجو، الجمهور بي وبيتعرف على هاي الرياضة. هذا السؤال يعني، نحن توفقنا أن نكون عندنا محل بفضل الله وفضل الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره، أعطانا هالمكان الكبير، عملنا هاي الشركة فيه، وعملنا جانب من الجانب هذا، عملنا جانب لهذه الورشة. هذا تلبية لندى الشيخ حمدان الله طول عمره بن زايد، أمر أن نسوي منجرة أو مشرة يسمونها في المرفأ. فتأخر الموضوع، ما تمكننا نسويه، فسويناه هني. اليوم إن شاء الله خلال أول 2018 رايح نفتح ورش، أكبر ورشة في 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 الشرق الأوسط عندنا هني، وناشر الجوالبيت الكبار والخشب الكبار اللي كان الشيخ زايد الله يرحمه ياشرن لهن، مثل المقام اللي يعرفون المقام فنحن إن شاء الله بناشرهن، وبيكون هني صيانة، الموجود بيكون صيانته واللي ما موجود بيكون بناشره، لأن هذا التراث ويجب أن نحافظ عليه وننشي. عندي محملين، محمل جايني هدية من الشيخ زايد، ومحمل العديد اللي حنسويناه من زمان وموجود حاليا. يا أخي ما أدري أنتم تسمون سباق، هو مو بسباق، هو يجب أن شوية نعطيه اسم أعلى من السباق، تقدر تقول مهرجان، تقدر تقول حفل بحري، حفل تراثي، ملتقى النواخذة، ملتقى التراث، ما أدري تسوي له اسم يليق فيه يعني. فأنا أعتقد أن محصلة سنة كاملة، ففي الأخير أنت تروح الصير هذا تسميها، أعتقد أنها ملتقى صير بنعير. فهذا يجمع أول شيء نواخذه، ويجمع بين الناس اللي ما تلاقوا من زمان، يجمع بصدق من قطر يجونا، ومن البحرين ومن الكويت يجونا، ربعنا يجون يشاركون ويانا، يعني يستانسون بوجودنا في صير بنعير. هذا طال عمرك نعتبره حفل نحن، وكل الناس تروح له. ولو تلاحظ نحن مجهزين بارج يتسع ل 400 شخص. لو تلاحظ الحين منو اللي يقود المراكب هذيله؟ براق 30 اللي هو راشد، راشد شاب لازال في صغير،
الطف خليفة، هذا خليفة بن عابد مقصص، خالد أصغر منهم. شوف لو الشباب ما تفوقوا شبابهم، الشباب فاشلين ما عرفوا يربون. ما دام الشباب فازوا وغلبوا شبابهم معناته الشباب صح أسسوا صح. ما نقص على عمارة، نحن هني في دولة الإمارات ما عندنا حطبة مركوزة، حطبة شابة نسويها دقل ليه؟ يعني إذا كنا الحطبة نستوردها من الهند ونسويها دقل، لا والله بنستورد الكربون والفيبر من فرنسا وبنسوي دقل، وأخف وأسلم وسيفتي أكثر حق الناس. شوف طال عمرك أنا نصيحتي للمنظمين وللمتسابقين أن تقوى الله في بعضكم بعض، لا يتخلون السباقات تأخذ جانب سلبي من خلال هذه السباقات، خلوكم إيجابيين وخلوا هذه السباقات هي محضر خير، وخلوا أن دائما نجتمع في هذه المسألة على ود ومخوة، ولا يصير بيننا خلاف يذكر، يعني ربما يكون خلاف يوم السباق وقت السباق، لكن خلاف خلاص ينتهي. اللجنة واضعة أنظمة من طرف واحد، نحن مو يعني شوف أعتقد أن بعد شوي نحن يجب أن نشكل لجنة ونحط محامي. اللجان أو النوادي كل التعليمات تصب في صالح النادي والمنظم، لكن المسابق ما له شيء، كله عليه ماله، ما حد هي. أنت شوف أي مشكلة تسوي على المسابق ما حد دي منو هي منو تعال ما تسجل ملاحظة، حتى لو سجلت ملاحظة من ما يأخذ الحق، يقول لك تعال إذا تبغي تسوي ترفع دعوة سلم مبلغ، والمبلغ هذا ما يرد لك وقدم دعوة، فالناس تتعايز، وبعدين هو عارف عمره لو صار بي مو بهذا السالفة، مو بدي القصة، القصة طال عمرك أنت تبغي النادي يجيب ناس مختصين مثل الأوروبيين يحطون قانون يدين المنظم، إذا أخطأ المنظم يدينه. الحين نحن كيف نقدر ندين المنظم؟ ماشي عليه كل التعليمات ضد المتسابق، ومبريه المنظم، تقول يقول لك القانون يقول 1 2 3 4 5 10 زين، آخر شيء يقول لك أي شيء يستوي في المحمل أو أي شيء يستوي على المتسابق يتحمل النخذة. طيب أنت قيدت لي كله، قلت لي طردك لا تعد لك، مثلا طردك لا تعد لك، إذا طاح ربيعي بحر وغرج وأنت ما سعفته تقول لي اللوم علي أنا؟ طيب أنا ما أضمن أنه ما يطيح، تعال أي أسعف في دبي وأي في أبوظبي وأي في، يا أخي هذين 120 دفر، هذين 120 محمل 150 محمل، ما عندك قوة أنت تغطيهم كلهم، عندك طراتين أو ثلاث، يعني اليوم النادي عنده 3 4 طرادات إسعاف مو مكفي ولا يقدر يغطيهم. السؤال الآخر ليش النوادي يتجنبون ما يسوون اجتماع تنويري؟ كلما جاء الحديث عن سباق سير بنعير والاستعدادات له، وجدنا الشباب هم الأكثر حماسا في الحديث عنه وعن رغبة الفوز به، فكان هذا هو دافعهم لاستثمار كل جديد وتسخيره لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، وهم يشاركون في إحياء هذه الملحمة. في بداية الأمر مجموعة العديد عندها ورشة مستغلة خاصة لتصنيع السفن 60 قدم و43 قدم و22 قدم. الورشة مجهزة بكامل المعدات التي تخدم لبناء السفن. مدة الغارب في تصنيع الغارب فئة 43 تتراوح من 4 أسابيع إلى 5 أسابيع، من بداية من حط البيص وحط الفرمات وصف اللحان الخشب. أما 60 قدم يتراوح تقريبا ما بين 1.5 إلى 2 إذا ما كنا مستعجلين. السنة هذه
فئة الستين يمكن عشرنا أربع خشبات. ما شاء الله. نعم، بحيث أن دائما هناك تطوير، دائما هناك نبغى نحافظ على المركز الأول. الفرمة لها دور، سباق دبي الأخير الطف أثبت وجوده وحقق المركز الأول، وسباق دلمة براق حقق المركز الثالث، وإن شاء الله بتكون مفاجأة. سباق دلمة سباق غير، وسباق القفال سباق غير. كم مقارب تشاركون فيه السنة؟ 115 اللي شاركان في دلمة، وحتى في القفال مو بقل عن 110 و115 محمد. ها ما لا، أنتوا كم مجموعة؟ نحن أربع محامد. أربع محامد. أربع محامد. نعم. بالإضافة يمكننا نزيد محمد خامس المجموعة السنة. نعم. شرم ما قلت لك سباق دلمة، سباق تحدى اليزر، سباق يحدى لنا الرقوف الفشوت. أما سباق صير بنعير سباق مفتوح. أكيد. فتوافيج السباقات كلها توافيج، حد من العرب بحمل قدامك 200 درهم متر ياخذ اللي هو ويشله والله يوفقه. مسيرة وسجلات سباق صير بنعير للسفن الشراعية 60 قدما تدون الأسماء اللامعة التي فرضت نفسها طوال السنوات الماضية، ولكن ظلت القمة محصورة بين 15 سفينة فقط نالت شرف الفوز بالملحمة. الله أكبر يا يدين أربعة فوق النهر. Lani ulaya.
شارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في رحلة الاستعدادات التنظيمية للملحمة. عدد كبير من الهيئات والمؤسسات الداعمة بهدف إخراج السباق بالصورة والمستوى الملائمين لأهميته. وجانب كبير من هذه الاستعدادات يتعلق بالخدمات الجوية التي تقدمها ليدز للاستشارات الأمنية والسلامة والطيران. نور الأخوة المشاركين سواء من المتسابقين أو من الجمهور. طبعا تمت الاستعدادات اللازمة بتوجيهات من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. بالنسبة لأول شيء نحن قمنا فيه دراسة حالات الطقس المتوقعة للسباق القفار. الحمد لله الحين الأمور طيبة، لكن من اليوم نتم نحن نتابع النشرات الجوية. من بعدها أوريدي تمت العملية التنسيق ما بيننا نحن كجهة السيطرة الجوية على السباق. على سبيل المثال خط سير السباق تم تقسيمه إلى ثلاث جهات. الجهة الجنوبية تم التنسيق مع الجناح الجوي لشرطة أبوظبي أن من أبوظبي لين تقريبا عند الصير بنعير بيكون تحت سيطرتهم أو تحت نقطة الاختصاص اللي تخصهم. بالنسبة خط السير من السير بنعير لين حدود أو لين الساحل لدبي بيكون تبع شرطة دبي من الجناح الجوي، والناحية الشمالية بيكون من الناحية الشمالية لاتجاه يعني دبي والشارجة الشمالية بتكون الجناح الجوي تبع شرطة الشارجة. هذا من ناحية التقديرية الجوية لبحث الإنقاذ كبر المسافة وانتشار الزوار المحامل اللي بتكون. أما بالنسبة لعملية التصوير الجوي تم تخصيص هناك طيارتين من نوع بال 204-212 اللي بتم تصوير عشان النقل مباشر بالنسبة للسباق من بداية السباق من الجزيرة لين نقطة النهاية. وفي نفس الوقت هناك توجد طيارات بحث وانقاذ مستمرة على مدار السباق مغطية الجهتين من سير السباق لتأمين سلامة المشاركين. أما بالنسبة بالتجهيزات اللي قمنا فيها هي أن بيكون الطيران مستمر من نقطة الوقت البداية لين النهاية. تم تجهيز مهابط مؤقتة إن شاء الله بتكون في المهبط اللي بيكون تبع كلية الشرطة دبي ومجهز، وبيكون ترتيب فيه الوقود أيضا. هذا أن سرعة انتقال الطائرات من مكان الحدث للتعبئة الوقود والرجوع تفاديا لأي تأخير يحصل في المطار. تعرف المطارات بتكون مزدحمة بحركة سير الطائرات المدنية، نحن نبعد عملياتنا بعيد من المطار أساس نحن نكون بحركة سلسة والاستمرارية سواء من ناحية التصوير أو من ناحية بحث الأنقاض. بالنسبة للعدد الناس اللي بيكون أو الطاقم اللي بيكون متواجد في الجزيرة، في طاقم بالتعاون مع الطاقم الموجود تبع المراقبة الجوية في الجزيرة لاستقبال هذه الطائرات والإشراف عليها في الجزيرة، وأيضا حتى حق الطائرات الـ VIP اللي بتكون في نفس السباق. وبنفس الوقت حق الطاقم الموجود في بيكون في الكلية كلية الشرطة هنا لاستقبال الطائرات وتزويدها بالوقود وتجهيز كامل لكل يوم. وفي نفس الوقت نحن الحمد لله نقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء القوات المسلحة الشرطة وإعداد برنامج زمني للطائرات من تاريخ مثلا اليوم لين تاريخ 13 منو بيسير وساعة كم، ونأمن هذه المسارات من كل النواحي المطلوبة في مجال السلامة الطيران إن شاء الله. وطبعا القفال من السباقات اللي أنا شخصيا نحبها لأن نشوف الناس اللي مثلك وشرواك وحبايبنا كلها نشوفها في نهاية الموسم ونستمتع في هذا الجو الجميل واللي نشوف فيه المهارات إن شاء الله. ومن السلامة لكل المسابقين والمشاركين هاي السنة القفال 27 إن شاء الله يكون
وقت الناس تقضي وقت مرح وسعادة إن شاء الله. راسه في اليمه ويقول هدوني عليه. اليمه هو الماء المجتمع في أسفل السفينة، ويطلق المثل على البحار الضعيف الذي يجعل من علو صوته أسلوبا لتهديد غيره، ولكنه في حقيقة الأمر ضعيف لا يقوى على فعل شيء، ولكن رغم ذلك يقول هدوني عليه رغم أن رأسه في اليم. استعدادنا طال عمرك مستعدين، وعندنا بعض التعديلات جاي إن شاء الله جارية، ونحاول أن نكون في منافسة في المقدمة. طبعا نحن طول الموسم نستعد لهذا السباق. السباقات اللي طافت كلها تراهي سباق تجارب وتعديلات، تجارب وتعديلات، حتى سباق القفالة. دائما نحن شو اسمه بداية الموسم نعدل هل الشرعة تصلح، هل الشرعة ما تصلح، نوعية الخلق، نوعية هل المحمل انسيابيته جيدة مو جيدة، ونعدل ونرتب لغاية ما يجينا سباق القفال اللي هو التعديل النهائي. طبعا سباق دلما طال عمرك يعني حطينا جميع خبراتنا فيه، وبداية السباق كان فيه ير، والسايبة ما كانت مساعدة للمحامل أن تطلع طلعا مسافة معينة، وبعدين أغلب المحامل يلدن خلاص ما في ير، تمت محامل قليلة جدا حتى تمينا في المقدمة وقمنا نحن قايدين السنيار تقريبا. وطبعا هذا السباق طلعت جميع خبراتنا حقيقة، يعني أي نعم، من حساب، من عملية متى وقت الخيور، متى نكون يعني على استعداد أن من خاير، في أي وقت من خاير، وين السايبة، وين الهواء، هل الهواء بر أحسن عن بحر، طول المسافة والجزر، ومش إلا الجزر اللي في 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 رقوق طلعت لنا هي هني، وين خبرة إنه خذا متى يخاير ومتى لا يخاير، زوايا الهواء وين اللي بتساعدك أنت تأخذ النقطة تكون دائما في المقدمة. خبرتي أنا طبعا تقريبا شبه الجزر هاي زايرنها من قبل، ولكن أغلب الشباب الموجودين حاليا ما عندهم أي معرفة سابقة بالجزر، فقط عن طريق الأجهزة الحديثة راحوا شافوا جزيرة دلمة جزاهم الله خير، بواتنا ما قالوا لهم، شرحوا لهم هني البحوث هني ويني هني وين كنا نبندر يوم الهوى، المقاصات ما تبعد بعيد عن دلمة، فعلمونا أشياء وايد. يعني الشباب جزاهم الله خير طوروا، ولكن بعدهم الكبار السن موجودين في المنافسة، يعني بعدهم موجودين لا هي نعم ما يتأخرون عن المراكز المقدمة، دائما موجودين في المقدمة. هم شو سووا؟ هم استحدثوا اللي هي الأجهزة الحديثة، ساعدتهم وتعلموا على الهواء من وين، زوايا، تعلموا على وين خط سيري، هل أنا بأخذ من عالي، هل أنا بأخذ من سافل. هن رواحنا نسوي تجارب بنفسنا، ما عندنا حد، نعم رواحنا نسوي تجارب، وعندنا الكمبيوتر، وعندنا يعني كل شيء موجود عندنا. تعديلات نسوي تعديلات ونجربها، هل هي تعديلات هاي تفيدنا ولا ما تفيدنا، ونبدأ فادتنا خلاص أوكي ثبتنا على الشيء هذا، بعدين لما نطوره كيف نطوره، لازم نحن بعد نبدأ ندخل أشياء أخرى فيه. معظم السفن المتواجدة اليوم كلها منافسة. لا تقول لي أنا سفن الشيخ حمدان أو لا، كلها منافسة، ما في سفينة اليوم مش منافسة، حسب الخطيفة، حسب السايبة، حسب طلوعها من 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 بداية السباق والسيطرة على السباق والخبرة طبعا أكيد موجودة هي. يعني أغلبهم موجودين، نعم في شباب عندهم الخبرة وعندهم الإمكانية، ولكن ما الله وفقهم، لكن يقول لك لازم يكون عندك واحد يسمونه مسمار الديرة،
هذا واحد موجود اللي هو جابل اليزوة يقول لك أن الخشب خايرت، يعني يعطيك بعض أنت ليش؟ لأن النخذة مركز الكانه ويعرف شو إذا في خلل عنده وين الخلل يبينه في الكانه تبين كل شيء. وفي نفس الوقت الريال هذاك يعني يعطيك بعض المشورة ويقول لك إذا في سنيار خاير أوكي خاير وين يصير هذا السنيار؟ محمل هذا خاير وين يصير؟ هل هو اتجاهه صحيح أو لا؟ هل أنا بأخذ زاوية أحسن أو بأخذ زاوية أخرى؟ أي أو أني بخير اتجاه آخر؟ حسب لا حسب التوافيج بعد من الله سبحانه وتعالى. نعم وموفقت في بداية السباق وطلعت أنت أمورك طيبة، وأنا أخرت شوي بعد لازم عندك تجد حلول أخرى كيف تطلع. أنا أقول الشباب وخاصة شباب البحر أنهم يلتحقون بالسفن الشراعية، وهي حقيقة منافسة شريفة. حلاوتها يوم أنت في السباق وصديقك عندك وأنت تتحدي بينك وبينه، اثنين طال عمرك معرفة أبانا وأجدادنا شو كانوا يسوون وشو يعني ما كانت عندهم مكاين أو محركات في السابق يقطعون هالبحور كلها، وفعلا مثل ما سوينا في سباق ذلما قطعنا بحور ينويزر رقوق فشوت الحمد لله، يعني قدرنا أن قبل في السابق للأسف الشديد ما كان عندهم أجهزة، بعضهم عندهم اللي هو يعرف بآلة السدس أو بديره، اليوم كلها أجهزة الحمد لله ومتطورة، وبالعكس تتعلم في خلال ساعة واحدة أنت عارف الجهاز وعارف شو هذا شو أنواع الفشوت وأنواع الرقوق وأنواع له. إحياء تراث الآباء والأجداد والمحافظة عليه من الاندثار يأخذ العديد من الأشكال، منه ما يتم من خلال تنظيم بعض الأحداث والمناسبات مثل سباق صير بنعير، ومنه ما يتم تجسيده من خلال نماذج وأشكال داخل المتاحف والمكتبات ليصبح مادة متاحة أمام الجميع، سواء الراغبين في الاطلاع والمعرفة أو الباحثين في التاريخ. أبدي وأقول من خاطري بقول موال من خاطري أبدي وأقول موال يا لابتي قولوا معي موال نبجي زمان المضى ما ظنتي بعود آي 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 يا ليل يبا يا ليل طول طول يا ليل يا ليل طول وصعب دستور عيسى نبجي زمان المضى قفت رجال السعد يبا قفت رجال السعد قفت رجال السعد والوفا وتوسدوا للحور آي آي يا زمان المضى آي يا
بسعود يا يبه يا زمان المضى وطن المضى بسعود قم فوق رجال السعد والوفا وتوسدت الحود يا ليل يا ليل يا ليل طول يا ليل